يلا يلا بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع جميعا. أبو طه أين في عبدين هوم سنتر؟ المايك شغال ولا مش شغال؟ المايك أكيد شغال. تمام شغال. إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا معنا خلينا نشوف اللايف افتتاح خلدة الفرع الخامس. تفضلوا معي. مبروك يا ابو يا الله السلام عليكم. اهلا وسهلا فيكم بافتتاح الفرع الخامس لعابدين
هوم سنتر. سمير بكون داخل على الصوت. يلا سمير على حياتي بدي صور معك ان شاء الله. بس تعال اوكي تمام سمير يلا والله والنعم الله يحييك لازم اشوف. اهلا وسهلا. اذا مره اخرى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا فيكم عبر صفحه الشيخ نضال البريحي وصفحه عابدين هوم سنتر. احنا اليوم بافتتاح الفئه الخامس لعابدين هوم سنتر في خلده. لحظه شوي يا سمير. سمير لو سمحت يلا ديتك مشاهدات يا سمير. الله يسعدك. طيب يلا سمير هسه راح ارجع لكم. لحظه شوي بس لحظه شوي لحظه شوي. يلا يلا عرف يلا حتصور معكم بس خلينا نطلع لابد شوي. احنا سمير لو سمحت اعطونا مجال بس شوي. تعال سمير. سمير يلا لحظة شوي لحظة شوي. اذا انا طفيته. اذا مرة اخرى اهلا وسهلا بكم بافتتاح الفرع الخامس لعابدين هوم سنتر. انا والرائع سمير حجازي. هسه في جوائز عديده. ايش في يا سمير؟ تابعونا على اللايف في 10 هدايا هسه راح نعلن عنهم تباعا ان شاء الله. وكمان ايش في؟ من الفيسبوك وفي خصومات بفرعهم هنا في خلده. تابعونا على اللايف وشيروا اللايف علشان نختار من اسمائكم تباعا ان شاء الله. اذا الجائزه الكبرى لليوم هي ايفون مقدم من عابدين هوم سنتر. صحيح. اذا في ايفون في ايفون موجود معانا على اللايف ان شاء الله. هالفرع اللي تقريبا 2500 متر فرع كبير ما شاء الله جدا. اربع طوابق هذا الفرع واحنا الان في الطابق الاول اللي هو طابق التحف زي ما انتم شايفين. خلونا تحياتي. كيف حالكم جميعا؟ اهلا وسهلا فيكم جميعا. اهلا وسهلا. انا اصور معكم بس خلوني اطلع اللايف بس. يا سمير سمير ابو حجازي جيتك يا ابو عون. احنا الناس معانا ابو بس دقائق شوي خمس دقائق طولوا بالكم. يلا سريعا سريعا تحياتي. حنصور معكم جميعا بس اعطونا مجال شوي خلينا نطلع اللايف ونربح لانه في ناس معنا كثير على اللايف. اذا سمير هسه راح نصور مع الجميع الموجودين هون. اهلا وسهلا فيكم. ان شاء الله احنا سعيدين جدا بالتواجد الكبير صراحه ما كنا متوقعين يا ابو عون. لانه الدنيا برد. الحمد لله رب العالمين. دائما مشاهدينا في مطبخ رؤيا ودائما احبه عابدين اللي في كل بيت موجودين بتواجدوا رغم كل الظروف الجويه اللي بتكون موجوده. سعيدين جدا بالجميع وظلكم تابعيننا على اللايف علشان راح نسحب العديد من الجوائز مع اكيد البلدوزر. شفنا هاي شغله طبعا بنرحب على الموجودين على صفحه الشيف نضال على صفحه عابدين وكمان اصدقاء الشيف نضال. حيكون معنا اليوم ايفون موجود وراح نشوف الاربع طوابق الموجودين عندنا. احنا بالطابق الاول صحيح طابق التحف والهدايا ابو طه وفي كمان ثلاث طوابق موجودين تباعا. احنا شو رايك نطلع الطابق الثاني ابو طه؟ على الطابق الثاني ومستمرين اكيد. اذا وهالثلاثه مستمرين باللايف ان شاء الله. الايفون موجود في حوزتنا وبعد شوي رايحين نرد عليه. تمام بس اعطونا مجال خلينا نطلع بس سمحتوا وتكرم تعالوا معنا تعالوا يلا واطلعوا على الطابق الثاني يلا. اهلا بالجميع. سهلا نورتوا وشرفتوا عابدين هوم سنتر. 06 اهلا بكم. يا هلا بك 06 03. سمير خليك معي انت يلا. طريقكم بس تعطونا طريقكم. تحياتي يعطيكم العافيه جميعا. يعطيكم العافيه. اكثر من 2500 متر. انت وين كاميرتك ابو عون؟ اربع طوابق. اجينا ابو عون وتبع الكاميرا تمام. حنطلع الطابق الثاني الان. تفضل يا ابو طه. اطلع اطلع. بسم الله. السلام عليكم. تحياتي يا استاذي. بس خلونا ناخذ هيك زي تصوير طابق الهدايا والتحف. نعم. واليوم في 15% حسومات
زي ما انتم شايفين. مساء الخير يا شباب جميعا، شايفين المنظر محلى. زي يعني ابو عون انا منهم بدي زي هاي البدله. فرجيني فرجيني هاي بدله عابدين. تمام. اذا الايفون موجود يا ابو طه معك كيفك يا ابو؟ كله وين الايفون؟ وين هسه بتناوله ولا يهمك. طيب تعال مو في العرض والصون. ايوه بدي صوره معك. بدنا نتصور، حنتصور كلياتنا. السلام عليكم جميعا. اذا احنا بالطابق الثاني الان، طابق البلاستيكات، بلاستيك، وزي ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله. انا اجتني هديه من المدينه المنوره. ايوه ايش هي؟ احدى متابعين. شوفوا لي هالهديه اللي اجتها سمير من المدينه المنوره، مدينه الرسول عليه الصلاه والسلام. يا سلام، هاي صابون. هذا شم ريحته. يا سلام، هذا بتشم يا زلمه. اه طبعا، فكرتك مكورين يا زلمه. اذا بالانتظار ايفون اليوم، وعندنا 10 اطقم من اطقم الطناجر الفاخره جدا. صحيح. واكيد من عابدين هوم سنتر. اه مش الايفون. طب ارمي لك هديه هسه يلا. بدنا نختار. يلا بدي اروح على جهازي. تدفعش جيب طلع لي. بالله عليك واصل يا حبيبي. جيب طلع يا والله دائما بتحرجني. طب ادفع يلا توكل على الله. حنختار من اذا خلونا نربحكم الان اول طقم طناجر مقدم من عابدين هوم سنتر. بس تعال معنا شوي صغيره. تمام. خلينا بس نفوت شوي، نفوت شوي مشان الناس. طبعا هذا الفرع الجديد، فرع خلدة في البياضات، بالإضافة لكل أدوات المنزلية. إذا عابدين هوم سنتر، عابدين بكل بيت موجودين، مش بس أبو طه، بس تراجر و كل ما يلزم البيت، البيت تحت سقف واحد في عابدين هوم سنتر. أحسنت يا أبو طه. أبلش هاي اللايف الموجود، هذا اللايف نعم. موجود على صفحة الشيف نضال. صحيح. حتى كمان الناس الموجودين هون تقدروا تفوتوا على اللايف. أهلا وسهلا فيكم، لأنه بنهاية اللايف راح يكون فينا آيفون يا أبو طه. هاي اللايف الموجود، هاي صفحة الشيف نضال البريخي، وأكيد مشايرينه عابدين هوم سنتر. تمام. وخلينا نختار هسا أول هدية. إيش هدية؟ 10 أطقم طناجر. رح نعطي أول طقم طناجر لشخص معنا على اللايف يا أبو طه. سمي بسم الله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. كتبوا تعليقاتكم تمام. الآن حبايبنا حتى تفوزوا معنا. بدي شيروا اللايف، شيروا اللايف اكثر، بحيث انه نوصل احنا 2300. بدنا نشير، بدنا نشير ونحاول نوصل باللايف تقريبا ل 3000 على اللايف. يلا شيروا وكتبوا تعليقكم. هاي اللايف. يلا يا بطاقه خلينا نعطي الطقم هسه. طيب يلا نحكي بسم الله الرحمن الرحيم. احكي لي خلص. واحد اثنين وثلاثه يا بطاقه. يلا هاي ام سعد. مين؟ ام سعد. بس بدنا واحد يسجل الاسماء. سعد هيها. خذ سكرين. بدنا حدا من جماعه عابدين. سجلتوا؟ هي الاكونت. سجل الاسماء مشان ام سعد. هي بس عشان اورجيه. هيو كاتب تعليق. تبارك الله. هيو تبارك الله. هذا هو التعليق. وهنا الفائز. والله ما بعرف، انا مش شاطر. انا مش سعد. تعالوا يلا. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. الطقم الاول. يلا. تعال. انا يلا يلا حنتصور، حنتصور معكم جميعا احنا. بس تفضل يلا يا حي الله. نختار جائزة ثانية على سريع. نطلع الطبق الثالث. طيب اذا اول طقم طناجر تم تربيحه، حنربح الان كمان الطقم الثاني مباشرة. كان وجودنا بالطابق الثاني، لسه نطلع الطابق الثالث والطابق الرابع، وتفرجيكم المفاجآت الموجودة في عابدين هوم سنتر الفرع الجديد يا ابو طه. الفرع الخامس. احنا موجودين بخلدة. نعم احنا موجودين بخلدة. بس نحكي شغلة، الفرع الاول او في شفا بدران والله هسه هم قاعد بوجه الناس يطلعوا على طاق الصوت. اطلع لايف. اذا في شفا بدران في مقابلين انتقلوا من شارع الى الشارع المقابل. في عندنا كمان بالصرد شفا بدران، وفي كمان في خلدة، واكيد فرحهم الكبير اللي تم افتتاحه مؤخرا في اربد واللي كنا فيه موجودين فيه. شفت؟ وهي الفرع الخامس، وان شاء الله مزيد من الفروع لعابدين هوم سنتر صراحه، لانه منتجاتهم بترفع الراس. احنا بنفتخر انهم موجودين معنا في برامجنا. احسنت. بنفتخر بوجودنا الدائم معاهم في كل. شو اسمك انت؟ شو؟ هلا جودي. انا امي منى. ونعم الرائعه منى الهمشري. صح؟ منى ونعم منك ومنها. اهلا وسهلا. خربها الطقم الثاني يا ابو طه الان. طيب الطقم الثاني.
يلا مشغل مايكي، المفروض انه مشغل مايكي. مو انا موطي الصوت عشان اعرف ايش. كله تمام، الصوت تمام، الصوت تمام، ماشي حاله تمام. خلونا الان نربح طقم الطناجر الثاني. بسم الله. ترى مش اللي موجودين هون بيقدروا يشيروا اللايف، يعني حتى لو طلع اسم لحدا من الموجودين هون ما في اي مشكله. اذا بتشيروا اللايف ممكن يفوزوا معنا بايفون اليوم. يلا نشير اللايف جدا. فانتوا كل واحد يسوي شيء، نشير اللايف، نشير اللايف مساء الخير، او حتى علقوا على اللايف اللي موجود علشان واحد منكم او واحد من المعلقين على صفحه، صفحه شيف نضال البريحي واللي اكيد يشير. يا ابو طه مين هذا الشخص؟ مين ربي نويه؟ انا مش هنا مش نظارتي. ايمان الزبيدي، هيا السيده ايمان الزبيدي ربحت معنا طقم طناجر. سوي سكرين شوت هسه، خلينا بس اورجي لل ال مين فاز. وين راح الاسم؟ ايمان الزبيدي. هيا ايمان الزبيدي حاط تبارك الرحمن، ادخلوا علقوا ايمان الزبيدي، سووا لنا لايك لصفحاتنا كمان تبارك الرحمن. هيا هذا تعليقها تمام. هاي طقم الطناجر الثاني، وهينا سيبنا البروفايل. طيب خلينا الطبق الثالث الان يا ابو طه. يلا بين الطريق الطبق الثالث. على طول هسه تعال من هون صوره سريعه. بدنا نطلع الان بس نصور سمير. بدنا نطلع الطابق الثالث ونفرجيكم ايش فيه بالطابق الثالث كمان. في عابدين هوم سنتر الفرع الجديد اللي هو تفضل الفرع الخامس ما شاء الله تبارك الله. خلينا نطلع الطابق الثالث حبايبنا ونفرجيكم ايش موجود عندنا. تفضلوا تفضل ابو طه. خلاص بس تفضل خلاص. بسم الله ما شاء الله نعيوني. ابشري ابشري ابشري. الله يحييكي الله يحييكي يا ستي. اذا عابدين بكل بيت موجودين، خمس فروع في الاردن، وان شاء الله يا رب عقبال السادس والسابع والثامن وحتى العشر فروع قبل رمضان الجاي. عشان ربحين انا وسمير طقمين طناجر غايل 8، وفي كمان عندنا ايفون صح ابو طه؟ يلا على طول. طبعا وين الايفون يا عبد؟ برا. ايش نوعه؟ لا جيبه جيبه نشوفه. احكي لي عنه يا عبد. اذا ايفون 13، شوفوا ما احلى هديه، ما تحكوا لي هديه حلوه هاي ابو طه. طيب الطابق الثالث الان. ايوه خلينا نقول انه فوق الترس. تعالوا 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 تعالوا. اللهم صل على سيدنا محمد. تحياتي. يلا يرضى عليكي. شوفوا لي هالمنظر ما اجمله. وين سمير؟ يلا تعال يا ابو طه. جيتك شوفوا لي منظر هالطناجر. الله يحييكم، كيف الحال؟ تحياتي. اسمعوا هاي الطناجر اللي عندنا في طقم طناجر راح نشتغل فيه في رمضان اللي هو سافلون تيتانيوم. هذا تعالوا بديكم هذا الطقم. يلا. بالاضافه كمان لطقم طناجر جوليا اللي انا بشتغل فيه اوريدي، تعالوا بفرجيكم طقم التيتانيوم السافلون اللي هو جديد يا ابو طه، جديد عابدين هون ورجينا ابو نادر. تعال انا مشيادر. اول شيء مبروك الفرع الخامس، وان شاء الله عقبال السادس والسابع والثامن والتاسع. يعني قبل رمضان الجاي بدنا نفوت ان شاء الله باذن الله تعالى. من نفوت على الفرع اللي وراه ان شاء الله يا رب نكون واصلين للعاشر ان شاء الله. اقل شوي يا سيدي. طيب ان شاء الله الله كريم. عبد خلينا نربح طقم الطناجر الثالث. تمام اعطيني ان شاء الله. يعني مبروك. طيب عون حبيبي بس اعمل لي كليب في الكاميرا حتى يشوفوا الناس قديش الطناجر عابدين هوم سنتر فخمه. طيب وكمان طناجر جوليا حصريا عندك فقط 100%. هاي طبعا التيتانيوم. هذا التيتانيوم. بسم الله ما شاء الله. شوف يا ابو طه روح. شوف يا ابو طه اول شيء هاي طبعا حصريا اكيد حصريا ل عابدين هوم سنتر. شوفوا لي الارضيه قديش فيها موزع حراري. طبعا المواصفات الداخليه هي اللعبه هون. ايوه احكي. طبعا هاي فيها ماده ما بتسحب الزيت اول شيء ومانع التصاق. حلو. كفاله 20 سنه. السماكي قديش؟ 20 سنه. قديش كفاله؟ 20 سنه يا اخوان. كفاله السافلون التيتانيوم من عابدين هوم سنتر 20 سنه، يعني مؤبد. ابو طه مؤبد يا اخوي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. يلا هسه ان شاء الله هسه بنمشي على اللايف وان شاء الله انه تكون فايزين معنا. بعدين انت شو الحلاوه هاي؟ شو الحلاوه هاي؟ طيب اعطينا الجائزه الثالثه. راح اخذ هديه هون ثالثه وراح اخذ الرابعه. ابو عون راح اخذ الرابعه من الانستغرام هون. راح اخذ. اوكي يلا ها اختار يا عبد. هيك حط ايدك. حنان عشي.
حنان عشي. السيدة حنان عشي فزتي معنا يا عون، سوي لي سكرين من عابدين هوم سنتر. هيو حنان عشي، خلينا نورجي بس. وين جوليا؟ نورجي جوليا، جوليا هناك. بدنا نروح على جوليا. حنان عشي هي الاسم، هي الاسم يا عون، هي الاسم حنان عشي. بس خلينا نختار كمان فائز معنا رابع. تمام، من اللايف اللي موجود معنا. هينا راح نورجيكم الناس من الجهة الأخرى. هاي عون وهي الشباب، وما ننسى هاي حازم الايفون 13. يلا على صفحتي هون على الانستغرام. الطقم طناجر. هاي على الصفحة على الانستغرام. تمام 100%. تمام، بس بدنا 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 يزيد، بدنا يزيد العدد اللي موجودين على اللايف على الانستغرام على الصفحة هون. سمير دوت حجازي دوت اوفيشال. عبين ما بطاها يسحب، بس ناخذ نظرة هون يلا على طناجر الضغط الموجودة اللي راح تفيدكم اكيد في رمضان. بدي هون على الصفحة هاي نزيد التفاعل علشان في عندنا طقم طناجر هدية اكيد من عابدين هوم سنتر. ربع مؤبد. هسه رح نعلن عن الفائز من اللايف اللي موجود عندكم هون على صفحتي سمير دوت حجازي دوت اوفيشال. ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم صل على سيدنا محمد. اذا ايفون 13 اللي راح يسحب ابو طه الان، انت راح تسحبه. هذا الشاب، هذا الشاب الرائع. انا بدي اختار هسه. راح يسحب الايفون. الايفون عندك. يلا بسم الله. بسم الله. اسحب. يلا خلينا نختار. اختار عشوائي. تفضل ميرا هون معي. اسم هون. هاي البروفايل اللي فاز معانا. هاي اتوقع الاسم ميرا يوسف معايعة. ميرا يوسف معايعة. نعم ربحت معانا الطقم الرابع، طقم الطناجر المقدم من عابدين هوم سنتر اكيد بمناسبه الافتتاح في رمضان 22. انتظرونا، راح نكون في رعايه اكيد عابدين هوم سنتر. عابدين بكل بيت موجودين. مفاجأة. لحظه خلي لي مفاجاه. خليها في مفاجاه كبرى ابو طه. انت عارف المفاجاه. في مفاجاه كبرى في رمضان، في رمضان 22 ومقدمها عبد. مفاجأة سيعلن عنها سنتر. إن شاء الله في أول يوم بإذن الله. بشهر رمضان المبارك. خطيرة. تعال بجيكم جوليا ونسحب طقم طناجر. تعالوا كيف حالكم يا محترمين؟ أهلا وسهلا بالجميع. لازم تربحوا حدا من هون. يعني شوفي إحنا بنحب بنحب نربح، لكن في آلية للتربيح صح عابد؟ طبعا أكيد في آلية أبو طه. صحيح. ابشروا إن شاء الله. أبو طه تعال. يلا تعال يا عابد خلينا نشوف. لا رمضان 22 يا ريت نصوم 22 يوم. قولوا امين يا رب. يا رب اللهم بلغنا رمضان. امين يا رب. تفضلوا يلا. انا طبعا هاي الطناجر هذه انا اسمعوا هاي الطناجر اذا بترميها يا ابو طه بترن بترميها من الطابق الثاني ما بتنكسر، تعمل لك جوره في الارض. شوفوا سماكه نصف سنتي. هذيك اليوم ابو طه كان يعمل قلايه بندوره فيها. صحيح. بتنكر يا ابو طه؟ ابو طه دقيقه خلينا حط عيني بعينك. خلينا نضحك نشتب بالصوره دقيقه. حط عيني بعينك. هذول قلايه البندوره روعه فعلا. سماكه نصف سنتي، خمس طبقات من السيراميك الرائع والصحي للاكل. قديش كملتها؟ احنا هاي السماكه اللي بنكون على الهواء فعلا. احنا مثلا هاي الطناجر بنحطها قبل بوقت، قبل بوقت بنحطها على الهواء قبل الحلقه وبنحطها على العالي، لانه اذا حميت خلص انتهى الموضوع. تاخذ وقت بسيط بس عيارها حميت انتهى الموضوع. يعني هاي السماكه اللي بيحكي عنها على الهواء بطناجر ابو عون. صار عندي هوايات غير الشطف والتنظيف. طناجر ابو عون. طناجر ابو عون. والله انك حبيبي يا بطاط. طيب ربح لك كمان طقم طناجر. يلا طقمين نربح من هون، نربح كمان من عندنا على اللايف عندنا كمان. يلا يلا من عندك بلي. اذا ثلاث حنربح هون، حنصير مربحين أربعة. هسه ستة سبعة كمان في هون متابعين. خلينا اوكي تمام نروح لل التعليقات. يلا يا استاذ عبد، بس الجاكيت هاي ابو عون، عمو ابو عون بدي زي هذا الجاكيت. وما شاء الله ما شاء الله دائما دائما انيق. الله يسعدك دائما انيق. يلا يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هاي اللي بده يجي هلا بده يجي كومنت. اوكي ام حمزه، ام حمزه تلولي. ونعم ام حمزه تلولي. نعم يا ام حمزه. تعال حطيني سكرين شوت يا عون، اعطيني سكرين شوت هون حبيبي عشان نورجي نورجي ام حمزه هون. هاي في معانا ست هون. هاي ها هاي ام حمزه تلولي وين؟ انت هون. هاي تعليق.
هاي تعال وهيها موجوده وهيها موجوده هون معانا. ها تفضل يا سيدي الفاضل. تمام هي موجوده معانا هون. المفاجاه كمان انه في طابق رابع 100%. والطابق الرابع في البياضات. ايش فيه ابو فيه بياضات في جميع مستلزمات البيبي بالاضافه للاكسسوارات الحمام كامل. اللهم صل على الربع من هون. هاي صفحة. هاي اي صفحه؟ هاي صفحه عابدين هوم. هاي صفحه عابدين هوم سنتر. ونعم خلي هاي معك. هاي صفحه عابدين هوم سنتر. كتفوا التعليق هسه احنا بصفحه عابدين هوم سنتر على الفيسبوك. راح اعطي مجال اشي بسيط علشان نفوت على اللايف هنا. صفحه عابدين هوم سنتر. يلا كتفوا التعليق وشيروه. كيف حالكم؟ نروح على صفحه عابدين هوم سنتر على الفيسبوك. هلا بيكم. تمام يلا ابو استاذي اختر اسما. نعم صح لا حيتواصل معك دوري حار الفار في شوي اسم شوت سكرين شوت هون. سوي لي سكرين شوت خلينا نورجي زين وما ننسى سحر الفاعوري. سحر الفاعوري ابو طه ايفون 13 في نهايه هاللايف سويت يكون من نصيب احد الاشخاص اللي اكيد بيسوي تعليق وبيعمل شير باذن الله. طيب احنا ما سوينا سكرين شوت لسحر الفاعوري سويت لها فعوري. تأكد بالله عشان ما تروح فرصتها. نيجي على اللايف هنا ناي لايف الانستغرام هنا كلكم موجودين لايف الانستغرام. تمام يلا لايف الانستغرام. هينا دقيقة شوي. هاي عبد عابدين حي الله. نعم والله. وهاي جميع الحضور الأفاضل يعطيكم ألف عافية جميعا. كثف التعليق هون يلا بسم الله اختار يا سيدي الفاضل. احنا الان بالطابق الثالث صح 3 رنا ابو خلف. رنا ابو خلف هاي نعم. الاسم ونعم هاي الاسم هون رنا ابو خلف هي الفائزه معانا بالطقم الثامن. هسه صرنا ابو طه لا بدمون ابو نادر كمان نعطي كمان طقم. ابشر يا ابشر بالطبق الرابع. طيب يلا الطابق الرابع حقوني على الطابق الرابع خلينا نسوي هون مش حق نشوف. تمام تفضل يلا اسماءهم لاحقا. يلا 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 تعالوا تحياتي يلا سريعا كل ما يلزمكم للبيت كل ما يلزمكم للبيت من طناجر من معدات من ادوات منزليه فخمه وفاخره جدا اكيد بتلاقوها بخمس فروع لعابدين هوم سنتر. صحيح شفا بدران مقبلين السلط اربد وكمان في خلده وان شاء الله يا رب يلا الطابق الرابع تفضل تعالوا خلينا نطلع الطابق الخصومات هون بس بدنا ناكد الخصومات الفرع هون اليوم قديش كل الفروع من 15 ل 50% من 15 ل 50% بالكل الفروع. وعليكم السلام. يا اهلا كيف حالكم يا اهلا يا كيف حالك على الطابق الرابع الحمد لله كيف امورك ونشوف شو في عندنا بالطابق الرابع ولا همكم. عليكم يا صبايا خواتي بسم الله ما شاء الله حبيبي اهلا طابق الرابع وين عون تمام وين ابن عون يلا تعال يا عون تعال هلا يا استاذي هلا يا استاذي حبيبي اذا عون قاعد بيصورني زي ما انتم شايفين انا سابقك وما شاء الله عليه يعني مرتب اموره اللي بساعده طول يعطيكم العافيه جميعا. طبعا ايفون 13 راح يكون في نهايه اللايف بس اهم شيء تسووا شير وتسووا لايك وكومنت. احنا هون بالطابق الرابع ما يلا يا حجي الله تبارك الله تفضلوا تفضلوا خلينا نشوف ما شاء الله ما شاء الله شوفوا لي شوفوا لي هالمنظر الجميل كيف حالك بحبايبنا تحياتي يعطيكم العافيه مساء الخير مساء الخير يلا الطابق الرابع هو بياضات شايف ابو طه طلع تمام انت قديش عمر راجل عندك؟ انا ثلاث شهور لسه بكرج. لسه بعده لسه ما بكرج على ما بكرج لسه ما بكرج على الكرجيه انتوا انتوا شو بسموها بالرمثه هاي؟ كرجيه كريجه صح كريجه ولا مش كريجه كريجه صح؟ وين ابو نادر؟ كريجه صح؟ كريجه صح؟ كريجه صح؟ كراجي كراجي كريجه اي انت هذول لحقتني يا ابو عون بالعشرينات بالعشرينات لحقتني عربيات البيل يا معلم معه اللي كنت هاي بردك تسوي فيها صح؟ تمام زي ما انتم شايفين يعني ما شاء الله ابو نادر احكي لنا عن الطابق هذا يمكن انت
هون هذا القسم الجهة اللي هون عبارة عن بيضات كاملة مع بشاكير عندنا كمان تخوت وفرشات ما شاء الله وهنا جميع مستلزمات الديلي يمكن إضافة طب ممكن أسأل سؤال هسا ترتيب نعم. الفروع عندكم المختلفة الخمس فروع كل اللي بتشوفه هون موجود بالخمس نعم. فروع نعم بس وترتيب الطوابق نفس الشيء لا هلا في ثلاث فروع عندنا طبقين فقط تمام في فرعين ثانيين اربع طبقين. يعني هذا يعتبر من اكبر الفروع أكبر عندكم فرع عابدين اكبر فرع فعليا لعابدين هوم سنتر اللي هو خلده نعم يفرحون اكثر من 2500 متر نعم. تمام يعني انا من لا لا يحضرني الرقم لكن اكثر من 2500 متر طبعا النواره منى الهمشري وين اوبا انت فين تعالي تعالي يا منى تعالي تعالي هون طيب خلينا هون تعالي خلينا نربح الطقم التاسع بصير يلا 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 اعطيني الجهاز اللي عليه حنربح الان تفضل الطقم التاسع جهاز طناجر وبدنا كمان منى الهمشري تسحب لنا هي تعالي ما اتوقع انه تعالي يا خيتي تعالي لا معك اعطيتك اياه تاخذ سكرين شوت لا وحده الله يا هون وين وين التليفون لا موجود تليفون اذا مش معك مع شو اسمه مع حازم حازم موجود التليفون صح الثاني ثاني اللي عليه يلا تعال لا لا موجود موجود ابو حجازي بمسك حاضر لعيوني يا ابوي يلا تعال ها انا مش شاطر بالسلبي يعني كمان الله يحييك بس ماشي حيطلع مني هذا شرف لي التليفون لقيتوه التليفون تفضل يا ست الله يسعدك الله يسعدك الله يسعدك طول عمرك هاي بدله العيد هاي امانه هيك ما لابس هاي بدله العيد مبروك مبروك البدله هذا من الباله ويا بالله سوق الجمعه سوق الجمعه طيب بنروح على واحد انا وياه رهيب الطق بالتاسع اجنبي حبيبي طبعا هلا طائم عندك وطائم عند على الانستغرام طائم على سناب شات يلا اوتانتك هلا يا عيني اوتانتك يا عيني لازم تحفظها شايف اوتانتك اوتانتك يلا هينا على اللايف لايف صفحة الشيف نضال هينا هون لايف إجراءاتك تعال يا حبيبي يا سلام يلا عبدين خلدة عبدين هم سنتر تمام من عندك من عندك اكبس 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 من عندك اكبس من عندك اختار فائز يلا 1 2 اكتبوا عبدين هم سوي لي سكرين وفاء مدلل وفاء مدلل سوي لي سكرين شوت يا مبروك عليكي لحظة 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 اكتبوا على لسه ضايل ان الايفون 13 هاي الاسم خلدة. طبعا هاي هاي وفاء مدلل بس خلينا نورجي ابو عون بس نورجي هاي وفاء مدلل ربح ربح هاي الاسم هاي الاسم تمام ضل عندنا طقمين صح 100% اعطيني صفحة عابدين الفيسبوك اول شيء هون 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 عون اعطيني صفحة اعطيني التليفون اللي عليه اللايف تبع عابدين مين دوحة العساف ضحى العساف كتبت اول واحده اوكي لايف عابدين اعطيني اياه هاي لايف عابدين على صفحه عابدين على الفيسبوك فوتوا على التعليقات فوتوا على التعليقات عابدين هوم سنتر على الفيسبوك سووا للصفحه لايك عابدين هوم سنتر وخلينا نشوف هاي الصفحه بالله خلينا اورجيهم الصفحه هاي صفحه عابدين هيها شايفينها هيها صفحة عابدين وهسه التربيح من صفحة عابدين هوم سنتر تمام بطاها. هيها صفحة عابدين عدد الكومنتات بعده قليل ما وصل 100000 يا بطاها لسه ما وصل 100000 شو القصة على هون سولف لا 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 سولف لا لا تمزح معقول لا اكيد راح يوصل في ايفون 13 بعد شوي يا ابو عون بدنا ناخذ من صفحة عابدين هوم سنتر هاي صفحة الكل اللي هون اكدوا لي انكم فتوا على صفحة عابدين هوم سنتر على الفيسبوك فتوا على اللايف نعطيهم مجال نعطيهم مجال يلا يلا عبد بالله اختار من هنا اختار من صفحة عابدين يلا 1 2 هلا الكومنت جاء الهام حامد الهام حامد هيو هيو التعليق شوي من حبايبنا خواتنا بس تعطوا مجال بس خلينا نمشي شوي أيوة الله يرضى عليكم كل احترام تمام خلي معك اعطيني انستغرام هسه هون على الانستغرام هون على الانستغرام بالله يا ابو عون يا ابو عون بدنا نحكي على صفحه سمير دوت حجازي تفش على الانستغرام اوكي يعني على اللايف يا عون هيا عون نورجيهم على اللايف الصفحه هسه على الانستغرام تمام اوكي لطقم طلع
ممتاز. احنا هاي خلصنا الطناجر تقريبا. بايل بس واحدة هون. طيب خلينا نطلع بس واحدة هون. خلينا نمشي محل ثاني بس اغلبك. عوان تعال معي تعال. خلينا نختار اخر رابح. اعطونا مجال بس. نختار اخر رابح. بس غاد غاد. يلا ماشي. طيب. اجراءاتك. اخر رابح معانا. على اللايف على الفيسبوك على الانستغرام. رابحي واحدة يلا حاضر. هاي هون. اختار يا بعون. بسم الله الرحمن الرحيم. مين هذا الشخص؟ اوكي فاتنة ماهر ناصر. فاتنة ماهر ناصر. فاتنة ماهر ناصر هي الفايزة معانا بطقم الطناجر. طيب. الأخير جبتها شوي احنا بس يلا. تعالوا خلينا نشوف الفرع او الطابق الرابع بعد اذنكم. خواتي غلبكم بس فرع العبادي. تعطونا طريقي حبايبنا. يلا تعال سمير معي بس غلبك. اغلبكم بس شوي صغيره بس يا حبايبي انتم. في ان شاء الله في ان شاء الله في ان شاء الله في بس عشان نشوف آلية لانه هسه اذا بلشنا هون والله اهلا وسهلا والله اهلا وسهلا. بس في سحب عليها في سحب عليها. ما هو هسه راح نرتب شيء. يعني غني. اذا الطابق الاول تحف وهدايا. عيد الام قرب. في عندهم الان عروض من 15 ل 50%. تمام. وهذه خصومات يعني صراحة المكان مناسب لا اي حدا بده يشتري هديه بعيد الام بده يزور ناس متزوجين جديد جايهم بيبي جديد بدهم يتجوزوا جديد 100%. لا هو لا انا ولا انت. لا اعوذ بالله اعوذ بالله يعني طالعين لايف مش رح يسولف السلافي يعني. وبعدين في مناسبه مهمه هسه في عيد الام يا ابطال. صحيح. ما هو بنقول احنا لعيد الام هذا المكان الامثل. بس قبل نشوف بدنا نعيد على الامهات. طبعا طبعا تفضل. لكل امهاتنا ولكل امهاتكم ولكل الامهات نحكي لهم كل عام وانتم كل عام وهن تاج فوق الراس. نعم كل عام وهن تاج فوق الراس. تمام. هسه الايفون خلي شوي صغير الايفون بدنا نشوف قديش شوي شوي. طيب خلينا نحكي للناس عشان نوجههم قليل. خلينا نوجههم على الايفون اي تعليق. على السحب راح يكون احنا على السحب على السحب على السوشيال ميديا صح؟ لا لا على السحب هون. عبد وينه؟ هسه بعطوك وراي ابو نادر. هسه بعطوك وراي. هسه هسه الكل راح يحط اسمه استاذ عبد. بدنا لو سمحت نتاكد من الجميع. احنا الايفون السحب هنا. لا السحب مباشر. السحب على الفيسبوك. على الفيسبوك. لانهم بيسالوا عن تعبئه الايفون. لا الايفون لا الايفون. بدنا الصفحه اللي حنعلن فيها فائز الفيسبوك اللي عادي بس اوكي عابدين صفحه عابدين هوم سنتر. هسه بس يوصلنا. هسه بس يوصلنا بدنا على صفحة عابدين هوم سنتر راح يكون الفائز معانا بالتعليق على الايفون 13. تمام. لا هو صفحتي ولا صفحة عابدين هاي. شوف الصفحة مهم شيء انت مشير اللايف. هو اوريدي اونلاين. احنا حنسوي سحب على 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 كل سنتر واحد من هاي التعليقات حتى ايفون بعدين ايفون تكويا صار واحد منهم 100%. لا لا هيك صعبه شوي حتكون. هيك صعبه راح تكون. هيك صعبه. بدنا نختار اللي بدكم. انا نشوف الصفحه اللي عليها اكثر تعليقات اللي هي صفحه اللي قديش عندك هون المشاهده. عندنا اعطيني مشاهده على الفيسبوك هون كم عندك يا عون؟ مشاهده 2100. وهنا 1000 كم عندك هون انت؟ عندنا 50000 كومنت 1600. طيب خلينا نشوف هون بالله كم الكومنتس. الكومنتس هون 83000. لما يوصل عند صفحه الشيف نضال ال 100000 كومنت رايحين نسحب على الايفون. رايحين نسحب على الايفون. تمام. انتم شايلين اللايف اللي موجود هون صح؟ نعم نعم. لا انتم طالعين لايف لحالكم. اوكي اذا حبايبي كثفوا تعليقاتكم الان لانه بعد شوي راح يكون في ايفون 13 لاحد المشاركين بالتعليقات والشير. يعني لازم عون نتاكد انه اللي بيربح عامل شير وعامل كومنت كثير مهم. صحيح. تمام. احنا لسه بال 85000 كومنت. طيب. مجرد ما يوصل لل 100000 للناس اللي هون في شيء وزعنا ارقام تحت هلا راح يختاروا. طيب. اللي ما اخذ رقم ياخذ رقم علشان يحطه على السحب صح؟ ارقام بسبقونا تحت مش احنا نازلين تحت الان ايهم انت الشباب تحت يتاكد
اللي ما اخذش رقم ينزل اللي ما اخذ رقم ينزل ياخذ رقم عشان يحطه على السحب تحت. لا لا تحت تحت. هينا نازين وزعوا 1000 رقم يتوزع. يلا احنا 86000 لسه تعليقات. عدد التعليقات 86000. نكثف التعليقات. صفحه الشيف نضال. صفحه الشيف نضال. صفحه الشيف نضال. اعطونا مجال شوي بس نختار بس اخر اسم. نختار اخر اسم على السوشيال ميديا للايفون ان شاء الله. ان شاء الله بس انا بدي اوصل ل احنا وصلنا 87 بدنا نوصل ل 100000 كومنت. تمام بدنا نوصل ل 100000 كومنت. يلا كثروا تعليقاتكم الان مشان تربحوا معنا الايفون 13 المقدم من عابدين هوم سنتر. الفيسبوك على صفحتي صفحه الشيف نضال البريعي. يلا اسبقني. ايوه روح. تحيات عافيه ما شاء الله ابو نادر يعني الطابق الرابع ما شاء الله عندك غني جدا. الله يرحمها الله يرحمها الله يرحمها. تبعون السيارات اطفال كمان موجودين وهي اضافه نوعيه بيبي. ان شاء الله الف مبروك يعني. هاي بدي اوريهم الصفحه. الله تعالوا بدي اوريهم الصفحه عشان تعالوا. ايوه يا سلام. ايوه نقعد. اذا احنا الان بالطابق الرابع وبعد شوي هون عشان تربحوا السحب اللي هون راح يصير تحت برا بالضبط. فانتوا عشان اللي طيب شو رايك نخلي الايفون شوي. يلا بس احنا وصلنا 93000 نوزع الهدايا تخلي اخر شيء ونعطيهم اخر شيء ايفون. يلا هسه يلا ننزل تحت عشان نعطي هدايا اللايف. ايوه نوزع هدايا للناس الموجودين وبعديها مباشره راح نسحب الايفون 13 انا والرائع والمميز. تمام ابو طه ربنا يخليك يا شيخ. بص حضرتك ربنا يخليك يا شيخ هتربح النهارده هتربح. يلا خش معي. يلا اتاكدوا الجميع انه في رقم ودخل على السحب عشان الكل كله فرصه. اذا الحقونا شباب خلينا نربحكم الهدايا. تعال يا عون خليك وراي عون. يلا احنا وصلنا تمام حبيبي. شو اخبارك؟ الله يرضى عليك. يرضى عنك. هلا يا استاذ. السلام عليكم. كيف حالك؟ سريعا إذا بتعطونا طريق نكون لكم من الشاكرين. إذا خليكم معانا على اللايف حبايبنا. شكرا يا حي الله. بدنا ننزل أنا وسمير مشان يا الله الله يعطيكم. كيف حالكم؟ وين سمير؟ تعال يا سمير. يعطيكم العافية. يعني المحل الموجود فيه تحف كل مكان. ساعات الحيط، المناظر، الكورنرات، يعني صراحة زي ما قلت أنت المتجوز الجديد هاي المكان مناسب يجهز كثير من الشغلات، أدوات المطبخ ترى وأكيد مش راح يقصروا مع العرسان. ولأنه في كمان خصومات من 15 صحيح صحيح لغاية 50% يا أبو طه بكل فروع عابدين هوم سنتر بمناسبة الأعياد. ما شاء الله تبارك الله. إحنا هيك رجعنا تقريبا. اسالوا الاداره عند الاداره تحت اكيد هسه راح يعطوكم ارقام كمان طابق. يلا مش رياضه رياضه بهالبرد. اسمع الواحد بدفى. تحياتي طابق الواحد بدفى. الطابق الاول موجود ان شاء الله. تحياتي يعطيكم العافيه. كيف حالكم؟ ان شاء الله تمام. منورين دائما والله. الله يسعدك هذا نورك. الله يسعدك ما شاء الله تبارك الله. عارف عارف من هون. هلا يا حبيب كيف حالك؟ كيف امورك؟ حياك الله. كيف امورك؟ ذكرني اليمامة ذكرتني. حياك حياك يا حبيب حياك. شفني ظل الله يعطيك العافية. الله يعينك. مش انت اذا الان بدنا نحاول نسحب. اها بس بدنا نشوف مكان نقدر نسحب فيه. احنا تقريبا التعليقات وصلت زي ما يا ودنا محل عون حبيبي. افتح لي هذا. طيب خلينا نعطي ناخذ زاويه. الله يسعدك. الله يحييك. الله يسعدك. كيف حالك؟ شو اخبارك؟ تمام. الله يسعدك حبيبي. يلا هسه سحب على بدنا الارقام هسه. ايوه استاذ عبد واذا في مايك داخلي كمان هون يا ريت مشان تمام. اذا كيف حالكم يا شباب؟ الان تحياتي. نوزع هدايا. خلي خلي هسه
بعد شوي حيكون في الايفون 13 المقدم من عابدين هوم سنتر. بس وين في حدا بده بس شوي موسيقى وبدنا المايك داخلي. الشباب الشباب جماعه عابدين اين هي الارقام؟ احنا توهنا لعبت صح؟ لاحقا ناس شوفوا ارقامكم بصندوق عشان نربح الموجودين. طيب الان حبايبنا الايفون حنخليه شوي. حبايبنا اللي معانا على اللايف كل الاحترام والتقدير لهم، يعني في عنا اسماء مساء الخير يا اسماء وساره وامل احمد لولو عزام حمزه شلودي اللي بعلق دائما عندنا في الطبق رؤيا ونعم يا حمزه لولو عزام نحكي له مرحبا. ايمان زينه هاي بنتي اها لن تربح الايفون يا بابا لو طلع اسمك لن تربحين. يلا وين الارقام؟ وين يا بكون تعطوهم للاداره تعطوهم وين الارقام؟ حطها طيب اعطيها جراتك تست 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 1 2 3 تست تست 1 2 3 تست شوفوا. طيب وين السيد عبد؟ وين حياكم الله يا همشري. اسألوا عند الإدارة دينا مساء الخير يا دينا. يلا يلا يا أم محمد تحياتنا إليك يا أم محمد كل احترام والتقدير لحضرتك. كثير متابعة أميرة مصطفى والله على الراس ترى سوزي تحياتنا إليك. وشيرين مساء الخير يا سلام. تست 1 2 3 تست مسموع الصوت؟ مسموع؟ الله يعطيكم العافية جميعا. الموسيقى بس برا يعطيكم العافية الشباب بدنا يكون الصوت مسموع ان شاء الله. هسا يفترض انه الإدارة هون في أول شيء بدنا نبارك لعابدين هوم سنتر افتتاح فرعهم الخامس في خلدة ويعتبر هذا يمكن أكبر فرع من فروع عابدين أربع طوابق تقريبا أكثر من 2500 متر أكثر من 2500 متر ما شاء الله. الآن راح نوزع هدايا أتوقع الكل أخذ رقم. السيد عبد عابدين مطلوب هون أستاذي عبد حاول وصلنا بأي طريقة حاول جدف جاي 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 افعل ما استطعت. في أي شيء بعد شوي هلا 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 يا أهلا يا أهلا أهلا وأهلا يا وين الأرقام موجودة؟ وين الأرقام؟ يلا الايفون لسه ما سحبنا على الايفون راح نسحب ايفون موجود. على صفحه شفنا ظل بريحي على الفيسبوك. الان راح نربح بالارقام الناس اللي موجودين هنا. كم رقم راح نربح يا استاذ عبد؟ 10 ارقام ان شاء الله. اذا 10 ارقام بهدايا فوريه بهدايا فوريه في التو واللحظه. ست منى الهمشري وينك يا ست منى يا همشري؟ يا ست منى يا همشري اين انت؟ طيب اذا قبل ما يجوا الارقام يا ابو طه تمام ساره مساء الخير يا ساره اهلا وسهلا فيك. حمزه حبيبنا اهلا وسهلا فيك. يعني بنرحب بالكل بنرحب بالجميع اللي معانا على اللايف. سووا علقوا الان كتبوا تعليقاتكم لانه بعد شوي حيكون في ايفون 13 تمام والرائع سمير راح يسحبه. اذا الارقام جاهزه يا ابو يلا ابو نادر يلا هاي الارقام جاهزه ان شاء الله. بدي اسالكم سؤال. معظم الموجودين هنا شفتوا كثير من منتجات عابدين هوم سنتر في مطبخ رؤيا؟ اوكي كيف شفتوا استخدامها على الهواء من قبل الشيف نضال البريحي بامانه؟ تمام. طبعا احنا بنفتخر بوجود عابدين معانا وبنفتخر بصداقه السيد عبد عابدين. لحظه عندك قشطات معلم؟ عندنا قشطات لانه ابو طه بالدار الجديده متلبك. طب برا المطبخ ولا جوا المطبخ؟ برا المطبخ بالبرندا. معقول؟ بالدار الجديده زبطت البلاط بالميلان تمام عشان ما المي بتسحسح لحالها ما في داعي. هاي بالبرندا. معك عرفت البرندا. يلا وين الارقام؟ يلا الارقام كيلو عم كبعون بده هو اللي يسحب الارقام بس. يا سلام على البدله الجديده اختيار. حاضر كيف بس؟ كيف؟ والله انعون سوت معي تحقيقي اليوم. وين رايح ها؟ وين رايح؟ هي شوفي يا خالد هي على اللايف انعون. شو صار بالارقام يا شباب؟ ارقام الارقام تعطونا اياهم لهون راح نختار 10 ارقام عشوائيه.
راح تكون في 10 حطوه بالصندوق، رقم معك ورقم بالصندوق صح؟ الأرقام أوريدي موجودة كاملة. أوكي. الأرقام معك وخليها معك وخليها معك الأرقام. أرقام أعطيني أرقام خليها معك ويلا. أبو عون امسك شوي. امسك شوي. أعطيني. خلنا نفتحه. إذا الآن بدنا نتم السحب على 10 أرقام. يلا. كم رقم عندك هون يا؟ حط لي هون خليني اطلع سكر والله ال ال طيب امسك يا بطاها امسك يا بطاها يلا يلا علي علي حامل استاذ عبد كل حدا كل حدا معه رقم صح هذا ورقم الثاني الاشخاص الموجودين هون كل شخص معه رقم كل شخص معه رقم نفس الرقم موجود هون من 1 لـ 1000 نفس الارقام احنا بنسحب 10 ارقام من الموجودين معكم يعني رقم 5 راح يكون معه شخص رقم 5 راح يربح معنا جائزه طيب اذا زي ما عرفنا كل واحد معه رقم ابو عون نزل الرقم اللي فوق هذا كل واحد معه رقم فيكو في رقم ثاني موجود هون بالصندوق وراح نسحب الارقام صور صور 10 ارقام ورجيهم بالله يعون وين المفتاح طيب مفتوح مفتوح يلا صوره ابو عون حط يلا. ايدك يلا واختار اول رقم خلينا نشوف بس وين انا سمحت يلا اسمع انا طالع لايف للصفحه الرئيسيه 754 754 وين 754 754 اكيد في حدا 754 وين اللي معه رقم 754 ها تعال شوف بدنا صاحب الرقم اذا ما جيت حدا انا موجود طيب اعطيني رقم ثاني يا ابو عون يلا اعطيني رقم ثاني 480 480 480 مين معه 480 480 وين اعطيني اياه اعطيني 480 اعطيني ال 480 يا سلام هاي 480 هاي اعطيها هديتها بالله هاي الاخت هنا سمير يلا 161 161 161 161 يلا 161 هاي الاخت هون اعطيني الرقم وتفضلي كلها كل سبعه طبعا هاي الجوائز اعطيني الرقم الرقم اللي بعده هاي هديتي انصار اعطيني الرقم اللي بعده اللي بعده هيو ها 736 لا 100 اعطيني بالله 736 واعطيني 110 اعطيني اياه اعطيني اياه بس بعد اذنك اوكي في عندي الرقم 110 سمير سمير 110 بس بدي اطلب منكم نرجع لورا شوي لانه احنا صرنا مزنوقين للاخر لهون يا حبايبي لو سمحتوا هسا لو سمحتوا شوي بس 110 110 تطول ابو 110 وينك 110 تعال يا 110 خلص اعطيها خذها هاتي اعطيها بالله من عندك اشوف 110 هاي 110 تمام الرقم اللي بعده 736 736 اعطيني بالله الرقم اللي معك 736 شوف لي الرقم بالله 736 رقم يا ابو عون اعطيني كمان رقم 843 843 بلش 843 اي من نادر 843 843 موجوده يلا يا 843 قربي قربي بالله بس ناخذ الرقم منها لو سمحتوا بدنا ضروري الرقم 843 وين 843 ارفع ايدك ارفع ايدك انت كرمتي ستنا الفاضله سمير. او سيدي الفاضل سمير خبرهم انه اقترب كثير ويا ريت يا ريت انه نرجع بس لورا شوي لانه احنا عن جد صرنا هون على الحافه والله بعد اذنكم بعد اذنكم حبايبنا وين انت ايش هذا 843 ايش 843 صح كمان طول طول 843 843 ما في حدا بين 843 طيب 151 151 يلا يا 151 هات 151 واعطوها لو سمحتوا هديتها يا رب
أعطيني كمان 907 907 ونرجع لورا لو تكرمت بشوي لورا 907 يا 907 طيب أبو طه هون 907 907 هون بس دقيقة هون 907 هون بس 907 أعطيني هون هون الأخت هون يلا البعد 907 هاي الأخت هون أستاذ يلا هاي هاي سريعا 124 124 124 والايفون قرب يا ابو طه 124 والايفون قرب قرب 124 لا ما يا ريت يلا طيب غيره اعطيني رقم كمان اعطيني يا 221 221 221 21 915 موجود قبله ها الرقم قبله اي رقم قديش هذا لا 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 هي اخر هديه اخر هديه دقيقه دقيقه الارقام اللي حكيتها معي انت ايش الرقم معك استاذي ها 221 اعطيني اياه اخر هديه اخر هديه بالله اعطيه هديته بالله لو سمحت هنا للاخ هنا اخر رقم اخر رقم 199 199 يا 199 اللي معه رقم 199 لا 199 طيب 200 انت ايش ادي خلص هيو ايش هو؟ ابو طه خلاص هي خلاص هاي هي اخر هدية ويعطيكم الف عافية هسه ظل معانا الايفون ظل معانا الايفون على اللايف طيب اذا حبايبنا خلينا الان نسحب على اللايف انا وياك الايفون اللي تم وعد الناس فيه هات تليفونك يا عون اعطوها للرقم اللي قبله لانه كان سابقهم اعطوها للرقم اللي قبلكم لانه كان شباب احنا اخترنا شوي صغيره بس لو سمحتوا لورا شوي شباب اعطيني التليفون تبعك على حسابهم عندك اسمع عندك اي شيء بس للواد هون 199 خلينا نسحب سمير سمير خلينا نسحب انسى طيب اذا حبايبنا حبايبنا هات يا عون يلا تعال اعطيني عون بس ترد علي بس يلا تمام سمير يلا حبايبنا احنا ضربونا هون على الزاوية هاي بعد منكم شكرا جزيلا راح يكون في ايفون 13 راح الان يتم سحبه على الهواء مباشرة زي ما وعدناكم يا بطاها تمام عون قرب جاي عون قرب علينا شوي انسى يلا هسا اللي هون بيقدروا يشاركوا طبعا واللي شايفيننا على اللايف هون على صفحة شيف نضال البريحي الان راح نختار من صفحة شيف نضال البريحي على الفيسبوك على الفيسبوك ايفون 13 ايفون 13 نعد معلم احنا يلا نقول واحد بديه. على ضايل 30000 ل 200000 بيصلوا بيصلوا بيوصلوا بيصلوا يلا الان كتبوا لي تعليقاتكم احنا 170000 يلا عشان احنا يلا بسم الله اذا خلينا نسحب الان وطاحنا نقول واحد اثنين اختار يعني يلا عشان احنا واحد اثنين وثلاث الان مين صاحب النصيب؟ حمزه حمزه شلودي حمزه شلودي حمزه شلودي يلا مبروك عليك اذا كل احترام حمزه شلودي كل احترام مني ومن الرائع سمير حجازي كل التحيه والتقدير للجميع وان شاء الله بفروع اخرى من عابدين هوم سنتر عيد الام على الابواب زوروا كل معارضهم الأقرب لكم تباعا وتابعونا عبر حلقاتنا وعبر منصاتنا الاجتماعية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.